أدرككم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي الجزء الثاني من هذه الحلقة، عضو مجلس الأمة النائب دكتور خليل عبد الله. حياك الله دكتور. سلمك، حياك الله أستاذ علي، تحياتي لك. حياك الله. يعني الشغل الشاغل اليوم في لجنة تنمية الموارد البشرية والحديث عنه، وخاصة أنه يمس جميع المواطنين تقريبا، بديل استراتيجي. ويعني أنت كان في فترة سابقة لما صرحت قلت البديل الاستراتيجي لا يلبي طموح، خاصة الزيادات اللي فيه. اليوم وفق ما تقدم، وفق ما تراه، هل هو يلبي طموح المواطنين ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المتجبين. أول شيء تحياتي لك أستاذ علي، شكرا على هذه الاستضافة، وتحياتي للمشاهدين الكرام. فيما يخص البديل الاستراتيجي، نحن في لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية جلسنا مع الحكومة جلسات مطولة منذ دور العقاد الفائت ودور العقاد هذا، و نتفق على الفكرة لكن نختلف في قضية المضمون. نعم، نعلم علم اليقين بأن هناك مجموعة من الموظفين مظلومين مقارنة بقرنائهم في مؤسسات أخرى. فعلى سبيل المثال أضرب مثال، في التأمينات الاجتماعية كان هناك مجموعة من الموظفين نعم. يعتقدون بأن حقوقهم الوظيفية وقضية رواتبهم مبخوص حقهم في هذا الأمر، ومعهم كل الحق في هذا الأمر لما يشوفون غيرهم. لذلك نريد أن ننصف الناس، نريد أن نحقق نوع من العدالة نعم. نريد أن نأتي بمنظومة لحساب رواتب الموظفين في الدولة تكون مبنية على أساس العدالة، من حيث أن يتساوى أو يتقارب الموظفين اللي طبيعة عملهم متقاربة أوكي. وبالتالي ما قدم الآن يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تعديل وتنظيم وترتيب وإعادة نظر. الزيادات مجزية ولا غير مجزية؟ جيدة ولا غير جيدة؟ شوف الأستاذ علي، هناك تقريبا 320 ألف موظف تقريبا في الدولة جزء بسيط منهم رواتبهم عالية، والجزء الأكبر رواتبهم متدنية أوكي. نريد أن نضمن بأن أصحاب أو ذوي الرواتب المتدنية يأخذون حقهم في هذا الأمر. كم نسبتكم يعني حتى يعني في الدراسة في نسبة راتب معين يعتبر متدني وراتب معين يعتبر، كم من متدني خلينا نعرف؟ يعني تقريبا 40% رواتبهم متدنية، جزء في بالافريج يعني كم متدني يعني اقل من 1000 دينار اكثر من 1000 دينار؟ طبعا اقل 100% اقل. الان المشكله ان او بالاحرى كالتالي، 1200 دينار هذا يعتبر متدني ولا لا؟ هذا يعتبر على بدايه شفا التدني الان يظل عندنا هذه الحسبه اوكي. نتوقع زيادة رواتب تقريبا 50% من 40 إلى 50% من الموظفين بعد إقرار البديل الاستراتيجي ونتطلع إلى أكثر. نعتقد أن الجزء الأكبر يحتاج إلى أن الرواتب تكون أكثر، خصوصا مع في ظل متطلبات الحياة الآن وقضية ارتفاع الأسعار والأمور هذه كلها. أيضا هناك أمر آخر، هناك مجموعة من الموظفين اللي رواتبهم عالية يعتقدون أن هذا القانون لسلبهم حقوقهم، هذا أيضا مرفوض. لا نقبل بالانتقاص من حقوق أي من الموظفين، أولا لأنه غير دستوري. أنت موقع وياي عقد، بعدين أنا أقول لك أو متفق معاي وأقول لك والله ترى أنا أبي أنزل الرواتب وأنزل صح، هذا بالنسبة للموظف القديم، لكن ماذا عن الموظف الجديد في نفس المجال؟ راح يتعدل دون شك. الحين اللي راح يحصل التالي، الهامش أو الفارق بين الرواتب العالية والرواتب المتدنية لطبيعة العمل الواحدة وللوظيفة الواحدة نريد أن نقلص هذا الهامش، معناته اللي قاعد يأخذ زايد راح يقل، واللي قاعد يأخذ ناقص راح يصعد. الآن اللي راح يقل منه، هل هو الموظف الحالي ولا الموظف المستقبل؟ بالتأكيد لن يكون الموظف الحالي. بس ما أتوقع أنا فيه راح، أنا بوصل لك يا أساس قبل لا تقعون في هذا المطب. أنت بتيها مثلا لقطاع معين رواتبهم عالية، البديل الاستراتيجي قد ياتي للموظف الجديد، ما راح تمس القديم، راح يعدل الراتب، فبالتالي راح يكون راتبه اقل من الراتب العالي. هذا هؤلاء الموظفين اذا يوم مثلا جاءوا الى المحكمه مثلا الاداريه المحكمه الدستوريه وقال لك هذا القانون غير عادل، لان انا اعمل بنفس الوظيفه اللي يعملها زميلي ولكن هو موظف قديم راتبه اعلى مني وانا كموظف جديد، ما تعتقد ان هذا يعني مثلب للطعن في القانون؟ طبيعي، لكن اللي راح يصير مو اول شيء من حقه يلجا للقضاء و أمانة إذا قال لي أنا بلجأ للقضاء أبى أصفق له،
قول العافية عليك الجهة القضاء لا وعندك شيء جديد الحين مو بس لجو أنت تستطيع أن تذهب إلى المحكمة الدستورية وتطعن في دستورية القانون. أوكي ممتاز. هذا حقك اليوم. ممتاز. فما تعتقد نرى في مثلب دستوري على هذا القانون؟ إن شاء الله لا، القانون توه في بداياته الآن، اقتراح القانون اللي أو مشروع القانون اللي مقدم من الحكومة شيء والتنفيذ والتفاصيل شيء آخر، هذا أيضا أمر مهم. الحديث عن البديل الاستراتيجي هناك مسارين، هناك المسار التشريعي اللي هو التعديل في قوانين ديوان الخدمة المدنية، نعم، والتفاصيل والجداول هذا أمر آخر، هذا أمر تنفيذي. إحنا الآن جزاه الله خير الحكومة قعدنا وياهم، صحيح ما قدم لنا لا يلبي الطموح وفي معلومات كثيرة ناقصة، لكن لن نقبل بالقانون نفسه التعديل القانون على قانون الخدمة المدنية إلا عندما نتأكد بأن التفاصيل التي سيتم تنفيذها راح تكون عادلة ولا تبخص أي موظف حقه. ممتاز. ولن نقبل، أكو أمر مهم، نعم، وهذا وايد الكل لازم يسمعه، لن نقبل بالمساس بأي حقوق للموظفين الحاليين، ما راح نقبل. مع التهديد بالإضراب أنت رفضته، أنا رغم التهديد بالإضراب هو حق للعمال، ليش رفضته يعني؟ لا ما رفضنا التهديد بالإضراب، لا نبذته فيه وقلته ما يجوز لا لا أكو شيء ثاني. أولا أنت حتى تضرب حقك أنك تضرب، لكن ليس لك الحق أن تعطل، هذا كان موظفين النفط تعطل أنا. الدولة الحين غير النفط أو غيرهم، هذا واحد. رغم اثنين، شلون تضرب على شيء وأنت أصلا ما شفته ما تدري عنه؟ راح يطبق على النفط إذا كان هو قبل لا يطبق على النفط شنو هو عشان أنت تيجي تقول أنا بضرب؟ هل راح يطبق على النفط؟ راح يطبق على كل موظفي الدولة مش بس على النفط. لا النفط يعني لا لا على شركة حكومية يعني. هي تسع مجاميع وظيفية راح يتوزع فيها موظفي الدولة الكل، لن يستثنى أحد. الآن أكو كلام على القضاة وموظفي الديوان الأميري أيضا، هذا لم يحسن بعد ما انتهى. إذا هذا اللي يتكلم عن الإضراب، اللي يتكلم عن الإضراب مرة ثانية، من حقك كموظف أن تضرب، لكن ليس من حقك أن تعطل وأن تبتز الدولة، هذا مهم، هذا نخلص منه. الآن تعال حق الإضراب، تضرب على ماذا لما ما يكون عندك شيء مكتوب بتفصيل؟ إذا مجلس الأمة والحكومة ما سرب يعني، ما عندهم حسب ما سرب يعني. لا ماكو هالحكي، ناس على قدر من المسؤولية، ونحن أيضا على فكرة لدينا قدمنا دعوة إلى الأخوان في نقابات اتحاد البترول يوم الاثنين في لقاء في مجلس الأمة مع اللجنة، وهذا مش راح ما راح يكون اللقاء الأولي أو الاجتماع الأولي، راح تكون هناك لقاءات متعددة، نبي نسمع الرأي الفني إذا في رأي عندهم حقيقي ونعتقد أن هناك ثغرة أو مثلب في القانون نريد أن نسمعه حتى نسكر عليه حتى لا يبخسون حقهم، لا نبي نقعد وياهم. وبالتالي أي كلام عن اللي قلت لك عن قضية الإضراب ما يصير تحكي لي على الإضراب وأنت أصلا ما تدري ايش اللي جاي، قاعد وبعدين تقول والله ترى سمعنا وسنضرب، ما يصير سمعنا وسنضرب، يفترض أنت ترى وتقعد وتناقش ثم تتخذ قرارك. أوكي. وإن شاء الله هم على قدر ممتاز. من المسؤولية نثق فيهم. الزيادات اللي راح تصير اللي تقلت من 40 إلى 50% هي زيادة من الراتب الأساسي ولا مع البدلات والعلاوات؟ من الرواتب كاملة. كامل مع كاملة مع العلاوات. مع متى من ممكن أن يقرب الحالة؟ الآن يعتمد مرة ثانية، نحن في اللجنة إذا كان الأمر نعتقد بأن في مثالب وفي مشاكل راح ندرسها ما نطلع لين نخلصها. الآن قد يتطلب هذا شهر شهرين، قد يتطلب سنة، الله أعلم، لكن التطلع والطموح أن نخلص من هذا القانون التعديل مع نهاية دور العقاد الحالي. نعم. أنا الحكي شهر 7 تقريبا. أوكي. الآن أرجع وأقول ما في صورة متكاملة، وبالتالي على الكل أن يدرك أن هذا الآن في مراحل الأولى، يفترض نقعد نجلس مع الكل ونسمع للكل ونسمع ملاحظات الكل ونتكلم على ملاحظات فنية وليست سياسية. نعم. خلنا أيضا في البديل الاستراتيجي، هل تعتقد أن الحكومة لديها ميول أو لديها رغبة في إقرار هذا البديل وفق ما يحقق مصلحة المواطن، أم أن الحكومة ستراهن ستقف حجر عثرة، خاصة أن بعض النواب لابد أن لديه طموحات بين قوسين انتخابية، فبالتالي من الممكن أن يطرح بعض الأمور تكون يعني لا تجد صد لدى الحكومة، رأيك يعني؟ أنا أعتقد الكلام جدية الحكومة، لا من الجلسات اللي جلسناها في اللجنة جلسات مطولة وحضور الأخ الفاضل معالي وزير المالية في أكثر من جلسة، الاهتمام هذا موجود. الآن نتفق نختلف وارد، واختلفنا دون شك، اختلفنا واتفقنا في بعض الأشياء، لا الجدية موجودة. والآن السؤال بعد قرار التعديلات، هل ستلتزم الحكومة
بما يتم الاتفاق عليه داخل اللجنة أيضا هذا يفترض احنا نراقبه ونهتم فيه. الأمر الأخير قضية الانتخابية، العقل والمنطق يقول التالي: نحن أمام شيء يخص البلد ومصلحة الوطن ومصلحة الموظفين والعاملين في الدولة. ما أعتقد قضية الانتخابات لها ذيك الأهمية، على الأخص إذا كنا نتكلم عن أن 60-70% من الموظفين راح تزيد رواتبهم. إذا المصلحة الانتخابية شو تقول؟ تقول قر القانون حالا. نعم. لذلك احنا متركزين، ما هي قضية انتخابات ولا قضية تكسب انتخابي. أكرر، القضية قضية مصلحة بلد، مصلحة موظفين، مصلحة مواطنين ومستقبل بلد وأجيال قادمة. لذلك لن ننظر إلى المسألة الانتخابية ولن نعيرها أي اهتمام. قبل أي شيء كما ذكرت لك، يعني المنطق والعقل يقول إذا أنا بنظر أقرر من الحين مثل ما قلت لك من 60% من الموظفين راح تزيد رواتبهم، 40% ما راح تزيد رواتبهم ولا تنجاز، فش أسوي أنا؟ يفترض أنت تمشي القانون. لا، إحنا واقفين قاعدين نتأكد أنه كل يأخذ حقه، وأكرر لن نمس حقوق الموظفين الحاليين، وكلهم إخواننا وكلهم أهلنا وواجبنا نحمي حقوقهم أصلا، واجبنا نحمي مصالحهم، هذا واجبنا. أوكي. سكان لكم جولة في الأسبوع أعتقد الماضي وما قبل الماضي، رحتوا إلى صندوق النقد. نعم. زرت أعتقد البنك الدولي. نعم. الزيارات هذه بعض أول شيء قال الوفد، أول شيء أنتم 3 أشخاص، رئيس مجلس الأمة دكتور يوسف زلزلة وحضرتك، لكن يعني ما كان متنوع. وشنو الهدف الزيارة هذه؟ يعني خاصة البعض قال مش حقه رايحين، أنتوا رايحين حق صندوق النقد ورايحين حق البنك الدولي، روحوا قعدوا مع الحكومة أفضل. يعني أول شيء يعني شنو ما كان متنوع؟ يعني شنو ما كان متنوع؟ لا يعني الوفد، شنو التنوع؟ الوفد وفد عادة وفد لمثل هذه الزيارة 3 أشخاص، ما ادري عليه علامة استفهام، ما تشوف عليه علامة استفهام ولا لا؟ حلو، خليني اقول لك تأيدني ولا لا؟ لا يعني انت شوفك ضحكت يعني. لا لا لا، انا ضحكت على التنوع. خليني اقول لك شيء استاذ علي. اول شيء الدعوة كانت موجهة للاخ معالي رئيس مجلس الامة. والدعوة موجهة من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، للمشاركة في المؤتمر اللي له علاقة في شبكة البرلمانيين الخاص بالبنك الدولي. الآن شبكة البرلمانيين معناتها هناك برلمانات دولية كانت موجودة. تقريبا كان حاضرين البرلمانيين 1000 وشيء برلماني كان موجود. نعم. مجموعة كبيرة كانوا رؤساء سبيكرز اوف هاوسز وبارلمنتس كانوا موجودين، رؤساء برلمانات. انا حضرت هذا الاجتماع لاني انا كنت عضو في الشبكة البرلمانية هذه منذ البداية. أول ما أنشأت أنا كنت عضو فيها. أوكي. من مجلس الأمة الكويتي. الأمر الآخر، لأن على هامش لقاء الأخ معالي رئيس مجلس الأمة في هذا المؤتمر، راح يكون عنده لقاءات مع المسؤولين في البنك الدولي ومنظمة وصندوق النقد الدولي. نعم. الأخ الفاضل النائب يوسف الزلزلة أيضا كان عنده نشاط بصفته رئيس لجنة الأولويات، كان جالس وكان تم تباحث أمور كثيرة مع البنك الدولي هنا في الكويت. لذلك هذا اللي صار الآن، اختيار الوفد هو يخص الأخ معالي رئيس مجلس الأمة بمن يذهب معه في هذا الأمر. أنا ذهبت وأديت دوري وكان بس السؤال دكتور، يعني كان هناك البعض يقولنا هدف الزيارة بالمباحثات هي تحسين صورة التقارير اللي كانت تعطى على لا التقارير حكينا فيها واحدة من الجوانب. أنا عندي مشكلة. أوكي، شو المشكلة؟ لما يأتي البنك الدولي، والبنك الدولي مؤسسة مالية عالمية ومؤسسة لها مكانتها الدولية، ويكتب تقرير، وفي هذا التقرير يقوم ويستند على تقرير آخر من جهة عالمية أخرى، ولا يتحقق من دقة هذه المعلومة، شنو يدل هذا على في مكانة هذه المؤسسة كمؤسسة مالية عظمى مثل البنك الدولي؟ مثال بسيط، أنت تكتب بحث علمي، عندما تستند في بحثك العلمي في المصادر على مصدر، منو شنو مصادر؟ في مشكلة. شنو مصادر البعض؟ منظمة الشفافية الدولية وأشياء كلام. يعني استضفت أحد كان دكتور النائب السابق عفوا الله يذكره بالخير مستقيل عبد الكريم الكندري، ولما طرحت الموضوع قال الجمعية الشفافية مو قاعدة تجيب معلومات من عندها، هذه من مصادر حكومية أيضا. أنا عندي معلومات. أول شيء جمعية الشفافية مع احترام وتقدير للإخوان، لما تقدم تقرير عن
معايير شفافية في إحدى المؤسسات، ألا يفترض المعايير هذه تكون واضحة، طريقة قياسها تكون سليمة مدروسة صحيحة؟ أنا أعرف بعض الجهات عندهم مشكلة مع هذه المعايير وكيفية تطبيقها، لذلك علميا يعني خلل بالجمعية الشفافية؟ خلل في الآلية اللي استخدمت وطريقة تقييم هذه الجهات، هذا واحد. رقم اثنين، الآن البنك الدولي منظمة دولية وإحنا نحتاجها في أمور كثيرة. مثال الآن، واحدة من الأمور اللي طلبناها الآن، في كثير من التقارير التي تقدمها الحكومة نحن لا نثق فيها. إحنا كمجلس ما عندنا مشكلة لما تجيني الحكومة تقول لي والله عندنا دراسة تقول نبي نزيد الرواتب ولا نبي ننقص الرواتب ولا نبي نشيل الدعومات عن المحروقات وغيره، وفقا لدراسة اقتصادية تحكي عنها الحكومة. طيب احنا يفترض عندنا ايضا جهة نعتمدها لنتحقق من هذه المعلومات وتكون عندنا دراساتنا الخاصة. واحدة من الجهات التي قد يتم التعامل معها هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لذلك هذا دار ايضا في هذه الاجتماعات، وامانة الله يعطيهم العافية الاخ الرئيس والاخ الدكتور يوسف الزلزلة كان لهم دور بارز، وكان فعلا يعني صحيح تعبنا لكن الله يشهد علينا ادينا واجب وطني، ويفترض الكل يعرف بالضبط شو اللي دار من هناك قبل انتقاد والله راحوا كذا واحد ويا كذا واحد والحكي اللي ينقال. لا لا بس خلينا نتاكد من مما لا بس انت تاكد تفضل عبد الله، هذا يوجه مثلا لي خلينا نقول كاعلاميين كنقاد، لكن لو تلاحظ انه كان ايضا النواب انتقدوا، يعني عبد الرحمن الجيران انتقد وقال البنك الدولي لن يعالج الحسد بميدان التجار، الناب صالح عاشور ايضا تحدث على البنك الدولي، اعتقد ان محمود الحمدان ايضا تحدث على الزياره وانتقده هني في المكان اللي انت قاعد عليه، نواب انتقدوا الزياره ما خالف. حمود الحمدان وصالح عاشور والجيران لهم حق يقولون رايهم، احنا قمنا بدور، خلي يقوم واحد من النواب يسال شنو دار؟ شنو سويتوا؟ وين تقرير السفره هذه؟ وشنو اللي تم تناوله وتداوله؟ وخلي يعطي رايه في هذا الامر، يعني لما يقول لك ما يشيل الحسد بين التجار، ماكو شك التجار موجودين، مو البنك الدولي الا ما دام ابليس وراهم شتهق يعني، ها ما نخلص من الحسد بين التجار. لما يقول الاخ صالح عاشور ايش قال الاخ صالح؟ انتقد يعني ايضا ان البنك الدولي، احنا رحنا انتقدنا، انا في هذه الاجتماعات والاخوان موجودين، نحن انتقدنا بعض ممارسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لما الاخ حمدان العازمي يتحكى خلي يطيح حمدان العازمي جنطته ويروح مع الاخوان ويشارك بفعاليه في هذه الامور، خلي ادي دوره. بس شفيك على حمدان يعني؟ لا لو نعم فيه صديق وزميل. لا بس مره صار هذه يعني، هذه وهو كان انا حاط، لا هو زميل نحترمه، انا حاط يعني محور كان، وهو يعني خل اقول لك هو موقفين، شهادات كان الشهادات، وانت لما قلت ايضا تصريح قلت جزء كبير من مسؤولين الدوله شهاداتهم البقالات، يعني ايش تقصد التصريح في الجلسه اللي كنتوا قاعد تكلموا على الشهادات والاعتماد الاكاديمي وغيره، كنت منفعل على 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 ناب حمدان العازمي ابو عبد الله نوجه له تحيه، وجلسه ثانيه كنت قاعد اتصارخ بس كان وقت الرئيس اتوقع عادل الخرافي، زين لما حتى يمكن عادل الخرافي بمساعد استغرب من الموقف اللي انت كنت فيه من الصراخ والحديه اللي انت فيه، يعني بشكل حتى اتوقع تداولوها في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني شنو سبب العصبيه اللي كنت فيها في هالموقفين يعني؟ لا هي هو لا مو معصب، قاعد صارخ يعني، ما بقول بشكل سيري لكن حلو كنت منفعل يعني. حلو، اول شيء لما احنا نتكلم عن جانب فني لا علاقه في اعتماد شهادات علميه، يخرج لك نائب مع احترامي تقديري للكل، ها يتكلم انه والله هذول ناس تعبوا ما تعبوا، لحظة تعال احنا نتكلم عن الجانب العلمي، هل يا نائب يا فاضل تعرف ما هي معايير اعتماد الشهادات من الجانب العلمي؟ تعرف ولا ما تعرف؟ ما تعرف لما نقيم، انا ما اعرف في كل الشهادات، انا اعرف في تخصصي، لما نقول هذه شهاده علميه او غير علميه، اكو معايير، اكو اشياء، اكو متطلبات، جزء كبير مسؤولي الدوله شهاداتهم البقاله، ما عندي شيك ولا كان مو هذا ادائهم، مو هذا أدائهم، يعني شهاداته مضروبة ومصروفة الدولة، الله بالخير 100%، لأن لما تطالع بعض المسؤولين في الدولة يا أستاذ علي لما قاعد كل قدرته وإمكانياته في نسفته وقدرته وعقاله، ماكو شيء، اشمل اللي يابه، شنو يتبع لمن؟ ناس قاعدين عندك في اللجان وغيره، مع احترامنا وتقديرنا كثير، مو كلهم، جزء منهم، قاعدين ماكو شيء، أول شيء أنا أقوله شهادتك منين؟ خنت قاعد لي قاضب لي هالمكان، انت لما يجيك اللجنه تسالك شهادتك من وين؟ شلون؟ اول ما يجيك اللجنه تسال شهادتك، لا انا اسال، انا اسال قبل لا يجون اعرف شهاداتهم من وين، على كل حال لما يحاكيك واحد يقول لك انا على فكره اريد ان اقدم اقتراح قانون، انا جاد في هذا الاقتراح، انا جاد
اقتراح قانون يعاقب كل من يدعي صفة علمية ليست فيه، اللي يسمي نفسه دكتور، اللي يسمي نفسه مهندس، اللي يسمي نفسه محامي، اللي يسمي نفسه محاسب، يا يجيب لي شهادة ما تدري منين، شهادته مو معتمدة، الله بالخير من فعلا بقالة، ها وقد تكون بقالة على الأقل شيء موجود يبيعون يشترون، هذول أصلا جهات غير موجودة، يايك ويسمي نفسه يعطي نفسه صفة علمية. أريد أن أقدم اقتراح أن كل واحد من هؤلاء سيحاسب، راح يغرم ويسجن. الصفات العلمية لا يجب أن تطلق على كل واحد، تعطي إيحاء مو دقيق للناس. جاك واحد قال لك أنا دكتور، تعال دكتورة منين جبت؟ شلون جبت الدكتورة؟ ولا قال لك أنا طبيب، ولا قال لك أنا مهندس، ولا أنا محامي، ولا منين جايبين هالشهادات أنتم؟ وحتى لو ما عنده شهادة يسوي لك بزنس كارد ويفتر على وادم ويحط اسمه. لحظة 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 هالفوضي يجب أن تتوقف. أحنا مو بس كذي، أكو ناس جايبين شهادات ما أنزل الله بها من سلطان، وفي ناس فعلا تعبوا يبين شهادات حقيقية، لا أريد أن أظلمهم. هذا اللي جايب شهادة حي الله، باكر ياك جايب شهادة هندسة يبي يشتغل في وزارة الكهرباء، ولا بلاش يشتغل في وزارة الكهرباء، دش عليكم في قناة الوطن في الكنترول روم داخل قاضب له سويتش ولا قاضب له شنو، طق وطق له شيء، حرق له شيء ب 200 300 ألف دينار، وإذا اشتغل في الدولة يكسر له يهدم مؤسسات الدولة، هذا من مسؤول عنه؟ بمسؤولية من؟ لذلك يجب وضع ضوابط لهذا الأمر. وأنا قلت لك هذه تغلغل هكذا أناس في مؤسسات الدولة بصفات غير حقيقية خطر على مؤسسات الدولة، لذلك كان عندي نوع من الشدة في هذا الأمر، مو عصبية كثر ما هو شدة. هذا الشدة اللي كان اللي صار مع رئيس الجلسة عادل الخرافي. لا هو أنا لا، عادل الخرافي صديق زميل وعزيز. لا هو ما كان عادل، لم أستهدف عادل، أنا كنت أتكلم عن التعليم. عندما أتي أنا وعندي جدول وعندي دور في في الجلسة، وأنا محضر أبي أوجه رسالة حق الحكومة، ولا أبي أقول رأي وأبي يثبت هذا الرأي في المضبطة، نجي تقول والله سكر باب النقاش، ما يصير، ما يصير سكر باب، والله في دعوة في طلب من بعض الإخوان بتسكير باب النقاش. يا جماعة ما يصير، شلون نسكر باب النقاش وأنا أريد أن أثبت ما لدي في المضبطة؟ المضبطة هذه مو لي ولا للنواب، المضبطة هذه للتاريخ، للتاريخ. لذلك كان اعتقد هذه القصه اللي تسولف عنها الاستاذ علي اعتقد، لكن انا اذكر اللي كنت انا شويه حاد في الكلام. كنت تقول ما يصير على كل واحد على كيف انه يدير الجلسه على راحته وعلى كيف، اي يعني يجيك واحد يقول لك والله ماني متكلم، واحد يقول ابي اتحكى 10 دقائق، ما يصير. عندك اللائحه والاتفاق في البدايه، خلينا نقول 5 دقائق. هذا يجرنا على اعتقد هذا كان هذا اللي تتكلم ان لما يجونكم بعض المسؤولين في اللجان وتتكلم بعض المسؤولين من الحكومه ويكونون شهاداتهم انت تصفها من بقالات شهادات مضروبه، هذا يدفعنا الى سؤال، وخاصه ان اليوم يتداول الحديث عنه الشهادات وتقييم القياديين ووضع القياديين ومعايير وضع القيادي في الدوله اليوم. هذا المجلس قاعد يناقشه ولكن ماكو شيء على ارض الواقع الان، في شيء راح هي على القياديين ومواصفات القياديين في الدوله. اشكرك على هذا السؤال واشكرك على الربط بهالجزئيه. استاذ علي احنا في لجنه تنميه الموارد البشريه قاعدين ندرس اقتراح قانون خاص بالقيادات في الدوله وطريقه تعيينهم، والاقتراح قدم من عده نواب، اولهم كان الاخ الفاضل جمال العمر ابو عمر، وناقشنا هذا الامر وابدينا راينا، وفي القانون نفسه وضعنا راي اللجنه وفي التعديلات كلها، وقدمنا نسخه منها للحكومه، قدمنا نسخة لثلاث وزراء، الأخ معالي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الأخ معالي وزير المالية، طبعا شؤون مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص ب أو المعني بديوان الخدمة المدنية، وزير المالية بصفته وزير أو الشخص المسؤول عن مجلس الخدمة المدنية، والأخت الفاضلة وزير التخطيط والتنمية بصفتها مسؤولة عن المجلس الأعلى للتخطيط و دراسات المسألة على التخطيط، وكنا نعرف أن هناك شيء قادم بخصوص الاختيار القياديين. قدمنا الاقتراح واكتشفنا بعد ما قدمنا هذا الاقتراح بأسبوع مش أكثر، قدمت الحكومة مرسوم وأقر هذا المرسوم بشأن تعيين القياديين. نختلف مع هذا المرسوم، نتفق أن نحتاج إلى تنظيم، لكن نختلف في آلية اختيار القياديين. قضية أن يأتي قيادي بالباراشوت من برا يجب أن تتوقف هذه السالفة، خلاص وقف عنها. لما يجيك وزير يقول لك أنا جايب حكومة تقدر راح توقف تقف يعني حلو الحكومة، احنا نقر الحكومة هي اللي قاعدة تتجاوز في خوش، ما احنا نبي نوقف الحكومة عن هكذا ممارسة. لما الحكومة تمارس هذا الشيء تيجي تكلم الوزير أنت بأي صفة
الصفه سويت الشكل، يقول لك القانون يتيح لي معنى، القانون يتيح لك، اذا سنقوم بتعديل القانون حتى لا يعني واحد احد النواب كان يتكلم على البراشوت، لما صار وزير صار يعين بالبراشوت، وبالتالي هذا المجال نبي نوقف، هذا ما في جديه الحين، نبي نوقف الان حتى لو ما في جديه من خلال القانون نمكن من ظلم في هذا الامر، اذهب للمحكمه امامك قانون موجود يقول لك المفروض الآلية تكون 1 2 3 4، الآن ما في، لكن من نقر هذا القانون اذهب للمحكمة واخذ حقك من المحكمة. الآن أنا أقول شيء أستاذ علي إذا تسمح لي، يأتي الوزير يقول أنا بجيب فريقي، صح هذا فريقك إذا كانت هذه المؤسسة ملك خاص لك، يب فريقك يب عيال فريقكم يب ربعك بالجنجفة يب اللي تبي تجيبه حقك كيفك، هي لكانت مؤسسة خاصة فيك، لكن هاي مؤسسة من مؤسسات الدولة لا تملك هذا الحق، وليفترض يفترض هالشباب وهالناس اللي قاعدين يشتغلون بالساعات والأيام ويتطلعون إلى هذه المراكز القيادية أن يأخذون حقهم في هذا الأمر. أيضا راح نقدم اقتراح قانون بأن الوزير اللي يبيب فريقه هي فريقك، قلنا تبي تجيب منو ما يكون من فريقك، طبعا يفترض ناس مختصين، ها مو اللي يلعبك جنجفة، بتي فريقك يجي فريقك كمستشارين، لان انت كوزير احتمال في اي لحظه تفقد منصبك الوزاري، يذهب الفريق معك وياتي وزير اخر ياتي بفريق الاستشاري، لكن المناصب التنفيذيه تظل موجوده. يجي الوزير يقول انا جاي اكو وكيل تحتي ولا وكلاء مساعدين ما بيهم، ليش ما تبيهم؟ هذول من العهد الباقي وناس فعلتهم وتركتهم، قلنا ما يخالف هذول ما يفتهمون، قلنا ما يخالف يغيرهم، راح الوزير بعد شهرين ثلاثة سنة سنتين يأتي وزير غيره يقول نفس الكلام، ما عشان كذي هذه مؤسسات الدولة هالشكل، وتلاقي ثلاث بلاش أقول ثلاث أرباع ما عندي رقم دقيق، جزء كبير من المسؤولين في الدولة أتوا وفقا لهذه المعايير، معيار اختياره رفيجي والجيران ولد صاحبي بالياخور صاحبي بالمزرعة صاحبي بالشاليه، والضرر وين في؟ الضرر على مؤسسات الدولة. الآن عندنا طريقتين، أصيح أصارخ أو أني أنا أسكر الثغرة القانونية اللي تمكن الوزير من هذه الممارسة، أنا اخترت أني أسكر هذه الثغرة. أوكي. في جانب آخر عبد الله، وانتهيت صرحت تصريح في قضية الحيازات الزراعية، ويبدو أن الحيازات الزراعية البعض قال أن هذه شبيهة بقضية الإيداعات، أحد النواب تكلم أنا اللي قلت هالكلام. انت جيت صرحت قلت شخص واحد اي تسلم 40 حيازه اي، ولدينا الاسماء في لجنه التحقيق، والعمير ملزم باحاله المتجاوزين الى النيابه العامه، والا شنو؟ شنو الشخص هذا اللي ماخذ 40 حيازه تحت اي مسمى؟ وكم المساحه اللي كانت عليها؟ راح تجاوبني وراك بعد هذا الفاصل. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الحوار مع عضو مجلس الأمة النائب الدكتور خليل عبد الله. دكتور سألت قبل الفاصل لك تصريح يعني 8/4 قلت شخص واحد تسلم 40 حيازة ولدينا الأسماء في لجنة التحقيق والعمير ملزم بحالة المتجاوزين إلى النيابة وإلا، يعني 40 واحد هذا خذها بأي صفة؟ على أي أساس منحت له؟ هل باعهم؟ استفاد منهم؟ من هو الشخص هذا؟ أول شيء ما يدور داخل اللجنة شيء سري، لكن أنا أريد أن أقول رأيي الخاص، ما راح أقول شيء اللي دار داخل اللجنة، بقول رأيي. لما يجي دلال عقار يمتلك باسمه حروة الفوق 20 شركة، وفي كل شركة هو شريك، يعني اسمه موجود في الشركة كشريك، ماخذ قسيمة هني ماخذ قسيمة 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 وهكذا، وقاعد يبيع فيها في السوق كأنها شيء سهل وبسيط، يبيع ويشتري، منين ياب هذه القسائم ومن اعطاه وشلون اعطيه؟ هل المعايير اللي المفروض كانت تطبق قبل لا توزع هذه طبقت على هذا الشخص نفسه؟ اكتشفنا التالي، اكتشفنا هناك
طبعا تناقضات واضحه كانت داخل اللجنه، انا اريد ان اقول اكثر من كذي. لكن تناقضات شنو؟ يعني في المسؤولين، المسؤول يقول والله ماكو شيء، مسؤول ثاني يقول فيه، مسؤول يقول ما سوينا كذي، مسؤول يقول سوينا. مسؤولين في هيئه الزراعه؟ اي اي اي، كان اكو تناقضات شديده. أوكي. على كل حال ما كما ذكرت تعاون الوزير شلون؟ اللجنه لا جدا جزاهم الله خير، الوزير متعاون والاخت الفاضله المديره الحاليه ايضا متعاونه. كانوا يقولون على المديره الحاليه في بعض التجاوزات. ليست هي معفية من المساءلة، لكن هي أيضا داخل اللجنة الكلية وقال كلامه، لكن كان أكو تناقضات وكان أكو كلام في حكي إنه والله أكو لجنة والأخوان اللي يشيكون إذا كانت الضوابط والمعايير تنطبق، مو هم اللجنة، فريق ثاني مخشوش براني هو اللي يقرر، بعدين تجي اللجنة وتطالع بس الأسماء، قلنا هل كانت متاحة لكم المعلومة؟ واحد يقول متاحة والثاني يقول غير متاحة. بعدين هاي قضية الأوامر الشفوية اللي كانت تي، والله عطوا فلان ما عطوا فلان، عطوا زيد ما عليه، عطوا زيد، اكو دليل على ان ياكم امر بهذا الامر؟ اكو تعليمات او توجيهات ياتكم؟ ماكو دليل. هذا واحد. رقم اثنين، اذا قيل لكم اعطوا زيد، اعطيتوا زيد وعبيد، بعدين اعطيتوا زيد وعبيد، وبعدين كل واحد على مستوى ها حمود وعبود خذوا بعد فوق البيعه، شلون نراقب هذه وشلون نلاحقها؟ انا اسال سؤال، اريد ان اعرف من حصل على حيازات سواء زراعيه او حيوانيه او سمكيه او غيرها منذ 2006 لليوم، وشلون تناقلت هذه الحيازات؟ اريد ان اعرف هذه المعلومات. هذا مهم، راح نكتشف اشياء كثيره. الامر الاخير ان هناك ملفات تم العبث فيها، اخذت ملفات من غرفه الملفات، 450 ملف من باب والله بنجدد اوراقهم، وهناك من حصل على حيازه وهو في وقتها لا يستحق، خذ الورقه الحيازه التخصيص وهو مو موفي الشروط، وقامت الشروط هذه او عدل وضعه بعد ما حصل على التخصيص. طيب هذه مو مخالفه؟ نحاسب من؟ لذلك اكو اشياء كثيره نتوقع من الاخ الفاضل علي العمير بعد ما تنتهي اللجنه من تحقيقها وتقريرها النهائي ان يلتزم بالتعهدات التي قطعها على نفسه بان سيلتزم بما ياتي في هذا التعليق. اذا في شخص متنفذ او غيره حصلوا على حيازات فهذا تجاوز على القانون، ولكن الا تعتقد ان الكارثه الاكبر هي وجود نواب حاليين في المجلس متورطين بقضيه الحيازات الزراعيه؟ اذا هذه موجوده وخلوا بشك إيه؟ ماكو شك. شوف تصرف قلت علي فيه. اي استاذ علي، دون شك يتحمل الكل مسؤوليته. الان عندما يذهب واحد الى النيابه وشلون اخذت وغير ما اخذت، يفترض الكل يروح معه، يفترض الكل يتحاسب. يعني حتى النواب الحالي ممكن تحيلونه للنيابه؟ يفترض. الحين احنا 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 نقدم تقريرنا والتوصيه راح تكون، الحين لا اريد ان استبق الاحداث، التوصيه ستكون توصيه حقيقية وتوصية فعلا محاسبة مخالفين. والأمر الأخير هذا أمر يمس أمن البلد، هذا له علاقة في الأمن الغذائي، التوصية راح تكون من جانب محاسبة من عبث بهذا الأمر، وجزء من التوصيات بإذن الله نتطلع، أنا أطمح مع الأخ الإخوان في اللجنة نتطلع إلى أن تكون هناك أيضا توصيات خاصة بالنظرة الاستراتيجية للأمن الغذائي. أنا راح على الأمن الغذائي، بس دكتور حصول النواب على حيازة زراعية في فترة العضوية هو مخالف، حتى إذا كان مستوفي الشروط هو مخالف ولا غير مخالف؟ طبعا إذا كان أنا رأيي الشخصي إذا كان شاري من حر ماله هذا حقه. أوكي. لكن إذا كان حيازة حصل تخصيص، حصل على تخصيص والآن مستوفي، كان يفترض تربأ بنفسك من هذا الأمر. أنا أعتقد يخالف القانون عليه؟ أنا أعتقد هذا خطأ يخالف. وإذا كنت غير مستوفي إذا هناك جريمة، فاكو يفترض فينا ننظر في الامور بهذا المنظور وبهذا الشكل. اوكي. التصريح الاخر اللي يعني ايضا اثرت في جدل، يعني ما ادري شلون صرحت عليه بهالطريقه، قلت ان من يتلاعب بالامن الغذائي يستحق الاعدام، وهذا السؤال يعني انت اليوم اعتقد حكمت عليه، على اي اساس تقول اعدام؟ وليش ومن يتلاعب بالامن الغذائي اليوم؟ لا انا قلتها بطريقه ثانيه، هذه اخذت خارج السياق. احد النواب قال انتم مو باقي في القانون الا، مو احنا كان اكو قضيه تجريم وقضيه تغريم غرامه، قال مو باقي الا تحكمون عليه بالاعدام بعد. ما عليه، لو هو ثبت انه قاعد يتلاعب بالامن الغذائي في البلد معناته يتلاعب بامن البلد، اذا جريمه او عقوبه الاعدام مو شيء غلط يعني. الامن الغذائي امن بلد. الان مع الاسف لدينا في الدوله
عبث في ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في قضية التشجير والزراعات التجميلية وغير الدعومات اللي تصرف وغير الأراضي الدولة اللي يفترض تكون لمستقبل غذائي للبلد وأمن غذائي للبلد، عبث ولا يوجد منظور واضح. لذلك احنا أيضا اقترحنا التالي، أن أخذوا قابلوا بعض الشخصيات، أكو الأخ ناصر العازمي، انا ما اعرفه شخصيا الله يشهد، اكو اعتقد الاخ عبد الجادر محمد عبد الجادر، اكو اسامي معروفه موجودين، روحوا شوفوهم قاعدين يزرعون في مزارعهم ومسوين اشياء جميله جدا. اقترحت على الهيئه العامه للزراعه والثروه السمكيه، استدعوهم قعدوا وياهم اطلبوهم شوفوا شنو مشاكلهم شنو العقبات اللي تواجههم وحاولوا تعالجون هذه. ولو علي لو الامر متروك لي كان كل واحد من هذول الاخ ناصر وغيره اللي قاعدين يزرعون وفعلا جادين في عملهم ما اعطي قسيمه الا اعطيه ثلاث اربع قسائم اخرى اقول له يلا سوي شغلك ضمن خطه واضحه، نبي نزرع شيء يزرع في البلد كلفته ما تكون عاليه أوكي. ويخدم البلد. هيك على اليوم في قضيه الايداعات، وتو قبل شوي يعني المحامي سامي الشاهين تحدث وقال قضيه التوسع في الاسماء هي هدفها خلط يعني الاوراق وتضخيم ومحاوله تشويه يعني سمعه بعض من كان من النواب السابقين. تعتقد بان هذا التقرير وخاصه التوسع هو الهدف منه يعني ابعاد النظر عن القضيه الحقيقيه، خاصه من احيل الى الاذاعات في فتره سابقه معروف من احيل الى النيابه وحفظت القضيه؟ لا انا اعتقد هذه ما اعتقد ان هي قضيه توسيع وغيره. كل من ثبت انه قد استلم اموال بدون وجه حق ومن جهه يفترض ما ياخذها يفترض ان يحاسب. اليوم انا نائب ابي هيئه الزراعه عيست وانا اتحكى في هالمساله، ابي يكون شويه فيهم ذره غيره. هيئه الزراعه انت هيئه مكافحه الفساد عفوا هيئه مكافحه الفساد خل شويه فيكم شويه غيره، عيست وانا احكي عليكم، تعالوا لي تعالوا نبشوا داخل حساباتي انا واقاربي من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه. ولا مو بس انا وزملائي، مو بس زملائي الحاليين والسابقين، ومو بس كذي في الكويت وخارج الكويت، ابي واحد يتحرك. يفترض كلنا نكون تحت المساءله وتحت المنظار. ليش ما قاعد يتحركون؟ ليش تحت المنظار؟ لانهم بطيئين، لانهم الظاهر مستفيدين من وظائفهم، رواتبهم ماخذين متكين وماخذين راحتهم. ويتساءل عن هذه والاخ وزير العدل، انا سالت اسئله برلمانيه واتوقع منه الاجابه قريبا، واذا ما جتني الاجابه يتحمل مسؤوليته السياسيه. يعني حتى لو قال لي لا احاسب احاسب السياسيه. تقدر تحاسب الصانع؟ اي. انا لا ما اقدر احاسبه، اقدر احاسبه. لا يعني كونه لا اقدر احاسبه، يظل لا ونعم فيه مع كل احترامي وتقديري للشخص الكريم، انا اتكلم بصفته. الان اذا كان هناك نواب في السابق عندهم تعاملات مشبوهه، الحين قد يكون حقك انت عندك ورث، عندك فلوس، الله رازقك، الله يرزقك ليوم الدين في الدنيا والاخره، لكن هناك من ما كان عنده شيء ومره واحده حضرته عنده عقار مليون ولا مليونين ولا ثلاثه ولا حتى 100,000، منين لك؟ الان يا تقول لي والله انتم توسعون الاسماء، ما هي الاسماء موجوده، وكل يروح يقول هذا حقي، انا هالعقار اللي جبته ترى ورث ابوي، يثبت هذا الكلام ولا ترى انا تعاملت في المساله الفلانيه وسويت الامر الفلاني، ما يخالف هذا حقك، اذا لما يطلع اسمك روح اثبت انك انت ما عليك شيء، لكنك نائب وما تبي اسمك يطلع، واذا طلعت الاسماء والله هذا توسيع وعبث، لا لا الكل يحاسب. لكن الحيازات الزراعيه تتوقع ان خاصة لان تورط نواب حاليا، تتوقع يطلع تقرير شيء يطلع شيء في العلن؟ والتقرير يطلع. اليوم اللي قاعد نتحدث عنه يطلع. في يطلع؟ يطلع. زين التقرير اللي قاعد نتحدث عنه في الاذاعات انه قال لك سري ومعلومات سرية. لا طلع التقرير راح يمر علينا وراح يمر علينا. لا لان الوثائق او شيء المعلومات راح تودع في الامانة العامة. لا لا ما يخالف، مو راح يطلع التقرير والاسماء. الان لنا راي في مجلس الامه، الان وين نودي هالاسماء؟ شو نسوي فيها؟ نحولها النيابه؟ نحولها لوين ما نحولها؟ بيروح يتحاسب هناك، الهدف مو تشهير بالبشر 100%، لا هدف للتشهير بالبشر، خصوصا انه قد يكون اسم موجود اسم فعلا هذا شنو؟ من حر ماله ومال حلال الله يبارك له، ها؟ لكن قد يكون لا، لذلك من الفيصل بيناتنا؟ اكو قضاء، اكو جهات تحاسب، خلي يروح يجاب الجهات ويثبت انه ما عليه شيء ان شاء الله، ليش أوكي. نقول والله اسماء طالعه وما اسماء طالعه؟ زي. ما عرفنا، اذا ما طلعت الاسماء قال ما طلعت اسماء، أوكي. اذا طلعت اسماء قال طلعت اسماء ما لها داعي. تطلع الاسماء على اساس انه يكون واضح تطلع وراح يحاسب يعني. تروح للجهات المعنيه والمختصه ان شاء الله. صرحت وقلت ستقدم بسؤال لمعرفه عدد النواب الذين يملكون شركات او يملكها احد اقربائهم. نعم. ما
معروف في مجلس الأمة في ناس من عوائل تجارية ويملكون شركات. نعم. شو الهدف من السؤال بهالحالة؟ أول شيء لما أنا أكون نائب أو أكون وزير لا يحق لي إن أنا أتقاول مع الحكومة. وأنت نائب أو أنت وزير ما يجوز. ما يجوز. ما عليه. إذا هذه لا من زمان هذا لازم يوقف. لازم نوقفه. عائلة تجارية. رئيسكم عائلة تجارية شلون يوقف مشاريع؟ رئيسنا عائلة من عائلة تجارية. عائلة تجارية. وهو موجود كرئيس. هل قاعد يأخذ مناقصات من الدولة؟ لا يوقف، لازم يوقف، إذا باسمه هو لازم يوقف، باسمه هلا لازم توقف هذا. شلون توقف؟ واحد صار راح صار في المجلس توقفونه لأن لا يدش المجلس. شلون توقف؟ لا إذا عندك شركة باسمك أو باسم أهلك تبي تتعامل مع الحكومة بدون مناقصات لا تدش المجلس. قاعد يصير تاجر قاعد في محلك هو الأصل هذا الأصل. إذا الأصل بس مو منطق لأن الأعراف عندنا شيء العرف اخذ على انه نعم يساهم، انا لا اخص الان رئيس المجلس او غيره ممكن في سنوات سابقه مرت او قد يكون وزير قد يكون نائب مره ثانيه. هناك هذه الممارسه لما انا اكون نائب الحين، انا اتكلم عن نفسي خليل. لما ادش المجلس وعندي مناقصه باسمي ولا باسم زوجتي ولا ولدي ولا عيالي ولا اخواني ولا اهلي. طيب الا يجرح هذا؟ يجرح مصداقيتي احنا مو بالضروره يؤدي يجرح المصداقيه في المساءله والمحاسبه السياسيه والتشريع يجرح، لذلك فلنربع بمجلس الامه من هكذا ممارسه وهكذا سلوك. احنا نسعى وان شاء الله الباقي على 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 الاخوان في المجلس كل اللي يتحمل المسؤوليه. شلون راح يقر خاصه ان الشيء مو سهل يعني هذا الشيء معروف؟ لا هو موجود اساسا موجود هذا موجود. ما تقدر تطبقه شو بتطبقه؟ اذا يفترض نطبقه معلم ونبي نصلح يفترض نطبق هذا الامر. في ايضا قضيه اللجنه التشريعيه وهذه لما اثارت اني تقريرها ان كان يجيز للحكومه قضيه فرض الرسوم وغيرها والتوسع فيها او ان زيادتها لان هذا اصل حكومي. ترى ان اللجنه اخطات في هذا التقرير كما تحدث كما اخطات سابقا لما قالوا ان المديونيات يبون يعدلونها وتراجعوا بعد ولا هذا من حق اصيل للحكومه؟ أنا هذا فرض رسوم بطريقه اخرى ترى. فرض رسوم قصدك ضرائب يعني في الرسوم هذه تكون ضرائب مبطنه. نعم. دون شك نحن عندنا اعوجاجات في الميزانيه واختلالات كبيره في الميزانيه تحتاج الى تصحيح. الان تنويع مصادر الدخل يفترض تنويع مصادر الدخل ما تكون من جيب المواطن، تكون بطرق اخرى. اذا كانت هذه الرسوم راح يتكبدها المواطن اعتقد ان احنا دخلنا في خلل كبير ونتحمل مسؤوليتنا اذا هذا الامر صار، لازم نتحمل مسؤوليتنا ويفترض المجتمع الكويتي والامه تراقبنا في هذا الامر. انا اعتقد خطا تنويع مصادر الدخل لها سبل اخرى ووسائل اخرى مو كذي. مثال بسيط مثال كان عقب الغزو عندنا اتفاقية دولية طيارات اللي تمر عبر الأجواء الكويتية افترض تدفع رسوم من تدخل جوك من تدخل جوك أكو تدفع تعرفة من ذاك الوقت إلى العام فقط ما كنا ناخذ دولار على أحد ولا حتى فلس. ليش؟ ما هذا مصادر دخل للدولة؟ الآن احنا الناس داشة عندنا وطالعة، احنا احتمال نكون محطة ترانزيت، ممكن نكون محطة ترانزيت بين شبه الجزيرة العربية وبين الشرق الأقصى أو غيره، ناس راحة وناس رادة، ألا يفترض أن ناخذ منهم نوع من الرسوم بالدش؟ يعني تنويع مصادر الدخل طرق كثيرة لها، مشاريع كثيرة، حول الكويت إلى مركز بحثي تعليمي تدريبي، اخلق أو اسمح للجامعات الحكومية والجامعات الغير ربحية أن تنشأ في الكويت، وخلي الطلبة حوالينا في المنطقة يدرسون عندنا ويدفعون لك فلوس وهم داشين وهم طالعين غير التويشن اللي يدفعونه. هذا مو إحدى وسائل تنويع مصادر الدخل، السبل كثيرة وبالتالي يفترض ننظر لها بمنظور شامل وعام. أنا بس باقي لي 10 دقائق فأحاول أسألك بعجالة. النائب كامل العوضي صار في قضية شركة الخدم، والشركة هذه لما جابت تقارير الأسعار اللي موجودة يعني قاعد تزيد على المواطن من 300 إلى 1000 دينار، فيبدو أن هناك تلاعب. لما قرر الشركة هو قال استغرب، حتى لما صوتوا ضده في أعتقد اللجنة الصحية قال استغرب كيف نواب يصوتون ضد الشعب. وجهة نظرك في هذا القرار؟ أنا من مؤيدين لهذا الاقتراح. مؤيدينه؟ إي مؤيدين وقعوا وياه على هذا الاقتراح. وقعوا وياه على الشركة هذه؟ إي هذا الشيء. اتهموا قالوا الشركة هذه لا لا مو هو عنده مشكلة بعد الأخ كامل عوضي عنده مشكلة. شو المشكلة؟ هو مقدم اقتراح. فايش قاعد يقول لهم؟ ما يقول هذا اقتراحي. يقول شركتي. مو شركتك هي شركة حكومية هي فيها مساهمين. فالأخ كامل يعني ببساطته وإنسان جدا 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 راقي ها خوش ريال.
فلما يقول هذه الكلمه يمسك واحد هذه الكلمه ويطي والله انت قاعد ها الاخ الرئيس يقول شركتي ما هي ما شركه شركته يملكها هو ولا يملكها ابوه الله يغفر له ها انا ما ادري ابوه الله يغفر له على كل حال ويرحمه برحمته لا تقول يا كامل لا تقول شركتي قول قانوني القانون الان مختلف اخطاء في التعبير هو يقول شركتي والناس كذبوا على هذا بس انت في المبدا انت الفكره صحيحه الفكره سليمه يفترض هناك ضامن ويفترض هناك نوع من الرقابه والتنظيم لهذا الامر ولن يتم هذا الامر من بين مكاتب استخدام العماله الا من خلال هذه الشركه فلتتنافس هذه المكاتب مع الشركه او كلش اللي عنده مكتب سكر مكتبك وروح اشتر اسهم في هذه الشركه وادخل ادخل ادخل مساهم وادخل مالك في هذه الشركه. زين القضيه اخرى هي ازمه السكن والحكومه اليوم على بعد رئيس اللجنه نائب اعتقد ركان نصف لما قالوا انها وفينا في العهد الحكومه وفت في العهد لتوزيع 12000 وحده سكنيه، البعض انتقد قال هذه يا اما على ورقه A4 وبعد يمكن 5 سنوات يمكن تستلمها القسيمه لان ما فيها خدمات، البعض قال جزء منها توزيع شقق سكنيه، الحكومه وفت في تعهدها ولا لا؟ انا اعتقد التالي، الاخوان مجتهدين جزاهم الله خير. نعم انا اعرف ان ال 12000 كتوزيع سبق السنوات السابقه يعني تفوقوا على السنوات السابقه، لكن هل هذا يلبي طموحنا ويلبي تطلعاتنا؟ ابدا لا يلبي تطلعاتنا وطموحنا. احنا نتكلم على 100000 وشيء طلب اسكاني الان بالدور، ال 10000 او ال 12000 كل سنه لن يحقق هذا الامر، هذا جانب. الجانب الثاني هناك مشكله انيه حاليه الان، انت لما تيجي تحط لي خطه لحل الازمه الاسكانيه بعد 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، تقول انا بعد 10 سنوات راح اوزع هالكثر 100000 وحده سكنيه وراح اعالج المشكله، نعم، ماذا عن الاسر اليوم؟ ماذا عن ولدي اللي توه متزوج اللي راح يدور له شقه والاجار عليه 600 700 800 دينار؟ هذا شو نقول له؟ نقول له انطر بعد 10 سنين انت وزوجتك اللي توكم متوظفين راح تدفعون 800 900 دينار ولا روح اسكن لك في مكان خرابه عشان لا تدفع هذا الثمن، هذا ايش سوينا له؟ انا اتكلم عن هذا واتكلم عن ذاك، اذا المشكله الاسكانيه ليست من محور واحد وهي وحدات سكنيه، المشكله الاسكانيه وحدات سكنيه انيه ومستقبليه، وايضا مشكله الاجارات والشباب اللي قاعد يتعب، وقدمنا الاقتراحات، اذا الحكومه مو قادره تطبق هذه الاقتراحات خد تطلع وتقول ما نقدر، هناك ناس اقوى منا في هذه الاقتراحات ما نقدر ننفذها. اوكي، تصريح وزيره التنميه عند الصبيح لما قالت انجزنا 60% من خطه التنميه. تعتقد ان خاصه خطه التنميه كانت محور استجواب كان الدكتور ولا دشتي وعلى اثرها الوزيره قدمت استقالتها. تعتقد ان فعلا في انجاز في خطه التنميه الحين وهذا الانجاز موجود صحيح؟ اكو شيء اسمه خطه التنميه واكو شيء اسمه الخطه الانمائيه الخمسيه. يفترض على الحكومه ان تقدم سنويا تقارير متابعه. نحن ننتظر تقارير المتابعة، تقول 60% مع احترامي تقديري للفاضلة نقدرها ونحترمها، سننظر في هذا الأمر ونشوف كيف أول شيء تم احتساب الـ 60%. التنفيذ نفسه شلون ينحسب؟ حسبته وفق خريطة، حسبته فيزيكلي على أرض الواقع، حسبته وفق مثل ما كان يصير قبل بالفوضى يطالعون ايش كثر صرفنا 60% إذا احنا أنجزنا 60%، كان يصير كذي في السابق. الآن نريد أن نعرف ما هي المعايير التي استخدمت لاحتساب مدة التنفيذ أو تحساب حجم التنفيذ. نبي نشوف هذا في تقرير المتابعة والمشاكل كثيرة الله يعطيها العافية. تصريح الوزير صحيح والوزيرة صحيح؟ ما أدري، أنا ما أدري. مرة ثانية اللي راح يثبت هذا الكلام شنو المعايير التي استخدمت لاحتساب حجم التنفيذ. مدير الجامعة وانت دكتور أكاديمي ومنصب مدير الجامعة إلى الآن بالوكالة والإنابة ولم يتم حسمه، ودائما يقال إن الأسماء توضع في اللجنة ولكن يتم الترشيح من خارج اللجنة، وانت مفروض تتدخل يعني كونك انت نائب دكتور في الجامعة. أتدخل شيء ويكون لي راي شيء اخر، الدخل يعني بمعنى اخر انه يتم التزام بالقوانين يعني. ما عليه هو صحيح في ثغره ايه؟ انه تعين من واحد يحق الوزير انه يعين من برا، وهذا نعد انه راح قاعدين نعالجه في قانون وراح يتقدم قريبا جدا اسمه قانون الجامعات الحكوميه، قاعدين نعدل فيه، وهذا يفترض يلغي كل قوانين الجامعات اللي هي متفرده وكيفها. الان عندنا مشكله استاذ علي. أوكي. لما القانون يقول ان لازم مدير الجامعه يكون استاذ دكتور فول بروفيسور،
زين كم فول بروفيسور كويتي موجود؟ صارت ايضا في الملحقين اعتقد كم فول بروفيسور موجود؟ قله قليله. الان جزء منهم لا يرغب وجزء منهم عنده مشاكل، جزء منهم جرب في السابق في بعض الاماكن وكان عنده مشاكل. لذلك نحن بحاجه الى مدير جامعة قادر على صناعة القرار، مدير جامعة قوي، مدير جامعة يسمع، مدير جامعة عنده القدرة ويكون محبوب أو خلينا نقول مقبول من شريحة كبيرة من أساتذة الجامعة، لأنه في نهاية اليوم اللي بيشتغل وياك أساتذة الجامعة. أوكي. الآن منو راح يجيبون؟ هذا حق أصيل للأخ معالي وزير التعليم العالي، لكن فليكن على ثقة إذا جاب شخص غير قادر وغير أو لم يوفق في هذا الاختيار وياب شخص نعتقد أنه عليه مشاكل أو عليه شبهات أو عليه أي شيء يتحمل مسؤوليته السياسية الأخ معالي وزير التعليم العالي. آخر شيء أنت قاعد تتكلم عن الجامعة وقانون العمل الطلابي، تنظيم العمل الطلابي. النائب السابق صالح الملا مسي عليه بالخير ومحمد قال في تغريدة في تغريدة 5/4 خليل عبد الله أحد مقدمي قانون تكميم العمل الطلابي وهو أحد المدعوين والضيوف لمؤتمر اتحاد طلبة أمريكا وفي الندوة السياسية بين قوسين شيزوفرينيا. شيزوفرينيا أنا أول شيء عبالي سب، هذه شيزوفرينيا قلت هاي قاعد يسبني كنا، قالوا لي ربعي لا الحين يوم تسألني الحين تقول لي شيزوفرينيا، ها أعتقد هي انفصام شخصية كنا. إيه ما عليه، إذا أنا مصاب بانفصام شخصية أنا أربأ بك أنك أنت تصفني بأني شخص مصاب بانفصام شخصية. كان يفترض فيك الأخ صالح الملا أبو محمد أن أنت تعرف تلفوني وتعرف علاقتي فيك واحترامنا وتقديرنا لك، تتصل علي تسألني شنو قصتي مع هذا القانون. كنت أتوقع منك رجل سياسي، لكن شغل تويتر، شغل عضلات بتويتر، سؤال في هذه مو شغلي أنا، لست معنيا برد عليه. إذا عندك سؤال تعال كلمني وجها لوجه، وجه لي سؤال أنا حاضر أجاوبك، لكن أقعد شو يقولون بتويتر اسوي بطولات بتويتر وشغل رسم تحركه وشغل تويتر، هذا مو شغلي امانه، لست معنيا بالرد عليك في هذا الامر. احترمك وقدرك، لذلك اتطلع اني انا اجاوبه لما التقي فيه وجه لوجه. هذا جانب، هذا فيما يخص صالح الملا. اما ما يخص الاتحاد الطلاب والامور هذه كلها، استاذ علي انا حضرت، انا اولا كنت في جامعه الكويت، كنت رئيس مكتب التوجيه والارشاد في كليه العلوم، انا مرشد عام في قسم الرياضيات وعلوم الكمبيوتر اللي يعتبر بالمناسبه اكبر قسم في جامعه الكويت في ذاك الحين، انا كنت مرشد عام هذا القسم تقريبا 12 سنه، وكنت على اتصال في الطلبه ويعرفون الطلبه في نشاط الطلابي، كنت دائما انا مستمر وياهم، وكنت مسؤول عن هذا النشاط، واؤمن بالنشاط الطلابي، واثناء دراستي في الخارج انا كنت في الكونغرس الطلابي امثل قسمنا العلمي في الجامعه. اكو شيء لما اروح امريكا نحضر اجتماع اتحاد الطلبه بدعوه من اتحاد الطلبه لاعضاء مجلس الامه، وتشرفت انا والنائب الفاضل وامسيه عليه بالخير، شخص احترمه جدا وقدره جدا، النائب الفاضل دكتور عوده الروعي، واحد ها عوده الروعي واحد، نمسيه بالخير، نحترمه ونقدره كثيرا ونجله. حضرت انا وياه المؤتمر الطلابي في سان فرانسيسكو، اكتشفت شيء عجيب وغريب، الطلبة رايحين على حساب دولة الكويت، لحم اكتافهم من خير دولة الكويت، ها يشتمون الكويت، عندنا مشكلة، عندنا مشكلة، هذا كنز وهذه ثروة البلد، يفترض أن تدار وأن تنظم ويفترض أن تهيئ لمصلحة البلد وليس لمن يريد الشر بالبلد بهذا الأسلوب. لذلك قضية اتحاد الطلبة أنا مع إشهار اتحاد الطلبة، مع أن اتحاد الطلبة يكون كيان واضح، ولكن بشكل يكون منظم ولا يجب أن يترك هدد مع الدور السياسي، بالطبع مع الدور السياسي، لأن إحنا ندرس طلبة في جامعة الكويت تاريخ وسياسة حكومة الكويت. ما أقول لهم أنت مالك حق تتكلم في السياسة، تتكلم في السياسة ولك رأي في السياسة شيء، وأن تمارس النشاط السياسي بشكل مو معروف منين أموال منين غيره، هذا شيء ثاني. يجب أن نراقب هذا الأمر، مو علشان طلبة وغيره وغيره، عشان مستقبل بلد ونحافظ على كيان البلد. وضحت الصورة. وأكو شيء أكثر من شيء، بس الوقت ما يتسنى أن أنا أوكي. أشرح هذا الأمر. عضو مجلس الأمة النائب الدكتور خليل عبد الله، مشكور لحضورك معنا في هذه الحلقة، وتحملت الأسئلة اللي قدمنا لك إياها، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، لكم من أطيب المنى وإلى اللقاء.